تعالوا شوفوا بقى إلههم الذي علمهم السحر، كبيرهم الذي علمهم السحر أردوغان قال إيه؟ لما حصل إن أردوغان حصل عنده شوية قلاقل داخل تركيا قال إيه؟ صحصحوا، أنتوا عايزين تجيبوا لي الربيع العربي تاني ولا إيه؟ تعالوا شوفوا التناقض اللي قاله لما حصل الكلام في مصر، طلع وقال دي حاجة عظيمة جدا، دي حاجة رائعة جدا، قعد يسقف لأن كانت جزء من الخطة. لما حصل عنده قال لك ايه انت بتشتغل عليا، ده انا الساحر اللي بسحر. تعال نشوف. قال ان الربيع العربي درس لازم نتعلم منه. قال كده هو الكلام، وانا جبت من عندي. اردوغان قال الربيع العربي درس بليغ نتعلم منه. وبعد ما ايه، خليك معايا، خلينا نقرا. ان الربيع العربي ساهم في توعية الشعوب العربية وزيادة اهتمامهم بالديمقراطية، مما سيساعد على نمو الدول العربية بصورة كبيرة ان شاء الله. ده مين قال كده؟ ده اردوغان. طب تعالوا شوفوا هو نفس الشخص قال ايه على القلاقل اللي في تركيا، قال انتوا عايزين تجيبوا لي الربيع العربي ولا ايه؟ اهو شغل يا ابني. يا عربların ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. بيقول اللي عايز ينقل الربيع العربي عندنا عايزنا نتجرع من نفس الكأس. اعترف هو بنفسه انه كان خطة، واحنا لسه في ناس وسطنا غلابة مش عارفين. ادي اردوغان الكبير بتاعهم بيقول لا ده تشغلوا لي ربيع عربي عندي، لا كان الاول بيقول ده اعظم حاجة، النهاردة خايف منه. هو ده الكلام.